السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام. الأمير محمد بن سلمان حامل جينات سلمانكو مثل أبوه في قمة العشرين اللي صارت قبل فترة في الصين. ما لنا شغل في الموضوع الاقتصادي، ولو إن هالبزر ما وراه إلا النكبة والدمار. اللي لفت الانتباه هو إن هذا الدب الداشر استقبل الطلبة السعوديين هناك وصافح الرجال ورفض إنه يصافح السيدات. طبعا الدب الداشر يتظاهر قدام الإعلام إنه تقي ونقي وشريف وما يرتكب العيب، لكن إذا ما هو قدام الإعلام يسوي الهوايل. وما يحتاج نذكركم فضيحة المالديف اللي صرف فيها 8 ملايين دولار في ليلة واحدة، وجاب له مجموعة من الفنانين والفنانات ومن ضمنهم المغنية شاكيرا. هذه خطيرة جدا. وبعد ما يحتاج الواحد يذكركم فضيحة بن سلمان مع كيم كارديشيان اللي راحت للسعودية في يناير 2014، يومها كان حمودي بعد توه على المرتبة السادسة، ما قد صار ولد ملك، ويومها كان العرض على بنت كارديشيان الليلة $1 مليون. والظاهر ان السعر ارتفع عقب ما صار حمودي وزير دفاع وصار سعرها $10 مليون في الليلة. لكن الطماعة بنت كارديشيان وبسبب زيادة العرض صار الحدسي عن $20 مليون في الليلة. احنا صار عندنا حالة ادمان، هذه خطيرة جدا. دالحين هذا الورع يبي يضحك علينا ويسوي نفسه مؤمن آل سعود وإنه شديد العفاف ولا يقبل أن يده تلمس يد النساء. كل هذا عشان يسلك الطريق ويضحك عليكم يا مساعدين ويرضي مشايخ التعصب والتفاهة بأنه هو الأصلح من آل سعود عشان يصير ملك المستقبل. السؤال لك يا دب يا داشر، يعني أنت بتفهمنا أن أبوك يوم أنه يسلم على الحريم كان ناقص إيمان وما يستحق يصير خادم حرمين شريفين؟ أو أنك تبي تقول أن المصافحة حلال إذا النسوان أجنبيات وحرام إذا صارن سعوديات؟ أو يمكن أنك تبي تقول أن حلال إذا صافح غربيات مسؤولات وحرام إذا صافح سعوديات أو عربيات؟ لحظة يا حمودي، تذكرت أنت يا الدب الداشر، ما كنت مع أبوك يوم أنه زار تلفزيون NBC في لندن وشفته بعينك يصافح الموظفات وكان بعد يتميلح معهن؟ كان ذاك اليوم حلال ودالحين صار حرام. وتعال يا دب يا داشر، ايش تقول عن عمك وولي امرك السابق الملك عبد الله اللي كان يعشق التصوير مع الحريم وكان يحب المصافحة كثير؟ تبي تقول ان ما عنده سالفة وكان ضحك علينا وتدينه لك عليه؟ وعمك يا دب يا داشر فهد كان يصافح النسوان وكان يلبس الصليب بعد، تبي تفهمنا انه كان ضحك علينا وكان يستخف بعقولنا وبعقول مشايختنا الكرام؟ وبعدين تعال يا حمودي، وش بتقول عن عيال عمك؟ هذا بطل الصحراء خالد بن سلطان ما عنده مانع يصور ويصافح المزز، وهذا بعد بندر بن سلطان ولد عمك يشرب ويهيص مع النسوان، تبي تقول انك اكثر ايمان منه؟ هذه خطيرة جدا. وتعال بعد، هذه بنت عمك الملك عبد الله عادلة تصافح ولد عمها، اسفي يا دب يا داشر. وتعال بعد يا دب يا داشر، نوريك ولد عمك مشاري بن سعود امير الباحة المؤمن
اللي ما يطيب له التصوير إلا في البارات، والعياذ بالله. إحنا صار عندنا حالة إدمان. وإذا أنت مؤمن يا حمودي بصدق، ما انفجعت ولا عندك غيرة وأنت تشوف بنت عمك بسمة بنت سعود وهي بوسها واحد مشرك، الظاهر إن ما عندك غيرة، الظاهر إن اللحم اللي تاكله مغشوش، وآخرتها تجينا يا دب يا داشر تقنعنا إنك ما مرة سلمت على حريم وصافحتهم باليد. أجل هذه الصورة لمن يا صاحب بطولات المالديف؟ أقول بس أنتوا يا السعود ينطبق عليكم المثل اللي يقول من برا الله الله ومن داخل يعلم الله. روحوا يا مراخين الوالدين اضحكوا على غيرنا، لا أبوكم لا أبو من جابكم، أليس كذلك يا شعبنا المسعود العظيم؟ وإذا عجبكم المقطع اضغطوا لايك وسبسكرايب وانشروا مع أصحابكم وأرسلوا نسخة منه إلى الدب الداشر.